الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. خلونا نبدا بالصلاه على محمد وال محمد. وهذا الفيديو ان شاء الله به احداث حلوه وبانتاج ولو بسيط هو، بس ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا اعجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وتعليقاتكم الحلوه. خلونا نبلش بالفيديو. هاي البارحه نظفنا هاي النخله مالتنا، نظفناها كلها، فتعرفون يطلع ليف من عندها اللي هو هذا اللحاء يسمونه مال النخل، فهذا كله لميته. هاي الجونية عندي متروسة ترس، هاي الجونية هذا الزاد كله تصعدته هيجي، فهذا راح نستخدمه مواد تحشيش. انا تدرون بيا من زمان استخدم مواد تحشيش للملكي، فيحبه كلش، يحبه يلمه ويبيض. بس الفنادس دورت لهن جونية جنفاس ما لقيت، رحت اكو كم ابو غذائية يمنا سألته قال ما عنده والله، لان هاي تجي الجونية يقولون بيها كاملة مو فل جونية جنفاس. فالمهم راح استخدم منهن هاي الليف، هم يلمنا، يعني ذاك يوم سويت لهم تتذكرون لمنا، فسوينا عن نص الاعشاش مالتهم وما كملن وبيضا، فان شاء الله راح نسوي لهم هذا على مود يكملن اعشاشهم بلكتي بيضا هالايام. فهسه راح ناخذ من عندهن نسوي قسم، يوميا نسوي قسم ونذبه هم للملكي وهم الهن للفنادس. بهاي الطريقة شباب نطلع من عدها وندف، هيك يطلع بهالطريقة هاي. انا هاي كل سنة كل ما ننظف النخلة مالتنا الم هذا كله، المه بقونية واضمه، يمشيني سنة كاملة اسوي بيها احشاش مواد تحشيش. فهسه عندنا الفنادس راح يرادف انه هواي مواد تحشيش، فلميت يعني اكثر من كل سنة. فهاي نسوي هيجي، هاي المواد التحشيش. فراح نكمل هاي العدي، جبت لي ذن اثنين راح اكملهم وارجع لكم. سويت لي هاي الكمية، هاي الكمية كل الزينة ان شاء الله يوميا اسوي لهم هيجي القد كافي. هذا منه ما يلمنا الباكر انا مسوي لهم غير، فراح اشيلها قرب وجواهن على مود من تعب، يعني يشيلنا منه ويخلنا منه يصير قريب عليهم. خلونا نشوف عندنا هذا الفرخ ونشوف ذن هم مفقسات. هذا الفرخ ما شاء الله ما ظل شيء ويطير، بس الحد الان ما مبين، يعني شنو الحد ما يصفي. يلا عندنا هنا ما شاء الله، هذني هسه شفتهم، هذني هسه شفتهم فقسات اثنين. اللهم صل على محمد وال محمد. وعندنا هاي هسه شفتها، وهاي وانا جاي اصور الذني هسه شفت هاي ما شاء الله مبيضه هنا اول بيضه. اكو انتاج الحمد لله والشكر، اكو انتاج. عندنا هنا مبيضات بيضتين بس ما اعتقد الفقسات، لان بعدين هسه بيضا ما صار لنا بعد. عندنا ذن مال فناجس ما شايفن. اذا تتذكرون قبل ايش كم فيديو ولد علق لي قال قلت لكم بدايه موسم هاي، فاكو شخص علق لي قال قصدك نهايه موسم، فانا رديت عليه قلت له لا بدايه موسم انت متوهم، فهسه هذا الدليل. حمام الملكي يبيض على طول السنة، بس اكو مواسم بيض يعني يفقس ومواسم البيض لا ما يفقس، يختنق بالبيضة ويموت الفرخ. فهسه ما شاء الله هسه ذروة الانتاج هسه ان شاء الله منا وهيج منا لحد شهر 11. فهاي صارت هوسه، هاي من الساعة من سويت مال الاحشاش، ان شاء الله انظف باكر يجوز انظف المحمية، ما منظفها صار هواي. اهل المي الارو متعقدين وياي ما اعرف شنو، كل ما افتح الكاميرا يجي ابو المي الارو، صار لي ربع ساعه انا منتظره بس يروح. ذاك يوم احد الاخوه علق لي قال كل ما تصور ابو المي الارو، اصور الصبح يجي، اصور الظهر يجي، اصور العصر يجي، بكل وقت بس افتح الكاميرا يجي ابو المي الارو.
فالله يرزقهم والله يرزق الجميع ان شاء الله. شباب بخصوص المي انا بدل بين يوم ويوم ابدل المي واغسلها هاي المشربيه مالتين واترسها من جديد. تقريبا صار لي 4 ايام ما اغاسلها. بدا تشوفون هاي الطحالب بدت تطلع هاي خلال 4 ايام. تشوفون هاي الطحالب وبالاضافه الى هاي الفضلات داير ما داير كلها فضلات. فهاي سبب الامراض. سبب الامراض هي الفضلات من الصب بالمي. فهسه راح ابديها واغسلها. طبعا ابديها انا عندي من هناك عندي هناك اكو فتحه تسرب المي. هاي انا ازفها زين. يعني صار لي لو 4 ايام لو 5 ايام. شوف صار بيها. فهي الافضل بين يوم ويوم او يومية تتنظف. وخاصة هاي الفخار. هاي الفخار تصير بيها طحالب يعني بسرعة يتشلب بيها الطحالب. شوف الوساخة طلعت. يعني هاي كلها وساخة من عندها. وقلت لكم انا ما صار لي يومين العفو 4 ايام او 5 ايام من نظفتها. فعندها هاي الفخارة لازم يومية او بين يوم ويوم نصيحة يعني نظفها. على مود ما تصير بيها فضلات وتصير بيها امراض. شوف الوساخة. هسه راح نترسها وارجع لكم. شوفوا المنظر شلون جاي الشمس. طبعا ذا كل ما اصعد قاهن هنا الملك كله حتى الفنجس وياهم الشمس. الاكل مخلص راح اخر شيء ذني شويه ذبيت الهن. راح اروح هسه اجيب اكل واجي ان شاء الله. يا الله اليوم الثاني شباب. البارحة اللي سويناه ان مواد تحشيش الفناجس ما باقي من عدة ولا شيء. البارحة ببيت هاي هنا ترستها كلها شايلاتها ولاماتها. طبعا ثلاثة لامات ثلاثة زواج. عدة هذا هنا لامات بيه هذا اذا واضح. وعدة هذا حس البارحة يعني من ذبيته من لمن بيه هذا لمن. وعند هذا تقريبا راح يكمل هذا. فان شاء الله اليوم هم راح اسوي لهم وجبه على مود يكمل من بناء الاحشاش مالتهم. وعند هاي بيضه البيضه الثانيه وهذين الفقسين البارحة شفتهم وياهم طبعا نفس الفيديو. شباب خصوص اللي يسألون على اكل الحمام الملكي فانتظروا ان شاء الله بالفيديو الجاي راح اخبط لكم الخبطة اللي يحبها الملكي. شكو حبوب يحبها الملكي راح اجيبها واخبطها. جبت قسم من عيتين وقسم ما لقيتهن ان شاء الله اليوم راح اجيبهن على مود باكر راح اخبطهن لهم خبطة زينة واصور لكم اياها. فالمهتم بتغذية الحمام الملكي ومحتاج الحبوب يعني العدة حمام ملكي وما يعرف الاكل مالته خلي ينتظرنا بالفيديو الجاي ان شاء الله. راح يفيد ان شاء الله هواي راح يفيد.
وخصوص الجهنمية ما شاء الله شوف النمو مالتها، شوف النمو مالتها. فان شاء الله هسه هم راح اخلي لها حديد ان شاء الله، باكر راح اخليها حديد. شوف النمو مالتها، وهذا الفايد هم عندنا هذا النمو مالته خير منه. واللي هنا تنتهي حلقة اليوم، إن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. تحياتي للجميع.